بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بشابتر 11 اللي هو عنوانه كاي سكوير تيست، اختبارات كاي سكوير. بس شو اختبارات كاي سكوير؟ كاي سكوير هو عبارة عن توزيع متصل، كيف توزيع زد، توزيع تي، توزيع اف. في كمان توزيع اسمه كاي سكوير، هذا توزيع موجب دائما معرف على الفترة من صفر إلى ما لا نهاية، وبشبه توزيع بشكل يعني بشكل رسمي بشبه توزيع الاف ديستريبيوشن. ففي اختبارات بنستخدمها على توزيع الكاي سكوير سميناها كاي سكوير تيست. أغلب البيانات اللي بنستخدمها كاي سكوير مش دائما، بس في هذا الشابتر نوع البيانات اللي عندي راح أستخدم عليها اختبار كاي سكوير بتكون بيانات نوعية مش بيانات كمية زي ما تعودنا بالأنوبة. في الأنوبة في عندي بيانات كمية اللي هي مثلا أخذنا قراءات ضغط الدم، كم نزل ضغط الدم، كنا ناخذ مثلا كمية الألياف الموجودة، كمية الصوديوم، ونقارن متغير متصل بين عدة مجموعات أو مجتمعات. اليوم بنحكي عن المتغيرات النوعية، رح نحكي عن اختبارين. الاختبار نحكي عنه الآن اللي هو بنسميه كاي سكوير تيست فور اندبندنس، يعني إذا في عندي متغيرين أشوفهم مستقلين عن بعض أو لا فبعمل اختبار كاي سكوير تيست. في كمان اختبار آخر اسمه جودنس أوف فيت إن شاء الله بنحكي عنه في حين. قبل ما نبدأ باختبارات الكاي سكوير بنذكركم بجداول اللي هي بتكون تكرارية بتنعمل على متغيرين بسموها كونتنجنسي تيبل، زي الجدول اللي شايفينه عندكم تحت. احنا في عنا هيك بيانات لمتغيرين جندر، سألنا مجموعة من الأطفال، أخذنا الجندر وأخذنا نكهة الآيس كريم المفضلة عندهم، فجمعنا البيانات التالي 25 قراءة زي ما انتم شايفين. طبعا هدول القراءات المفروض بيكونوا عمود واحد، يعني عمود واحد جدول طوله 25 خانة بالطول، ولكن ما فيش مجال عشان هيك عملتهم جزئين، بس هم بنخزنهم على الكمبيوتر بنخزنهم هيك يعني تحت بعض. فإحنا بدنا نحاول نلخص التكرارات الموجودة بالقراءات حسب الجدول اللي أنتم شايفينه تحت. مثلا في عنا 6 خانات بدنا نعبيهم بعدين نعبي المجاميع، فبنعطيكم هيك وقت دقيقتين تجربوا تعبوا الجدول بعدين نكمل شرح. مين نحكي لأول خانة إيش بدنا نعد فيها؟ بدنا نعد فيها عدد الأولاد اللي بيحبوا نكهة البانيلا بالآيس كريم، عدتوهم؟ هاي ستة خلينا جو نعدهم، هاي 6 صحيح تقريبا 6، هاي خلينا نعدهم اللي هم هاي 1 تمام برقم 8، في عندنا كمان رقم 13، في عندنا رقم 24، في عندنا رقم 22، وفي رقم 15 و16. هذول كم واحد بيطلعوا؟ 6. إذا عدد الأولاد اللي بيحبوا نكهة الفانيلا 6، فبنحط هون رقم 6 تمام. هاي تكرار طبعا، يعني عدينا كم واحد عنده صفتين هذول. هسا عدد الأولاد اللي بيحبوا نكهة الشوكولاتة خمسة خلينا نعدهم 5، هاي عندنا هون رقم 2، رقم 4 هاي 2، مين كمان عندنا؟ هاي 3، 4 و5، مزبوط 5. إذا فضلوا نكهة الشوكولاتة 5 تمام. والفراولة 2 2 تمام. كم بيطلع المجموع؟ 13 صح؟ 13، يعني معناته عدد الأولاد في هاي العينة 13 ولد تمام. بس عدد البنات اللي بفضلوا نكهة الفانيلا رح نعدهم، هاي 1 2 3 4 5، 5. إذا في 5 بنات بحبوا نكهة الفانيلا. نكهة الشوكولاتة يمكن 4، أربعة ونكهة الستروبري أتوقع ثلاثة 3. إيش بطلع الناتج؟ 12 تمام. خلص تحت بنحط المجاميع اللي هم هنا 11، وهنا كم بطلع؟ 9، وهنا 5، المجموع كله كم؟ ان اللي هي ان 25. خلص أكيد هاي الجداول أنتم مذاكرينها من شابتر 4 لأنه تعاملنا معها بالاحتمالات، بس للتذكير تمام. هاي هي الجداول رح نتعامل معها بالسكشن الأول اللي هو الكاي سكوير تيست فور اندبندنس. بكون هدفنا نعرف مثلا هل في علاقة بين النكهة المفضلة عند الأطفال وكونهم أولاد أو بنات، نشوف هل في علاقة ولا ما في علاقة. هاي رح نحكي عنه إن شاء الله كمان شوي. في كمان شغلة بنذكركم فيها إنه إذا متذكرين متى كنا نحكي عن حادثين إنهم حادثين مستقلين، كنا نحكي عن الحادثين إنهم مستقلين إذا كان احتمال A تقاطع B إيش يساوي؟ يساوي احتمال A في احتمال B صحيح؟ إذا كان احتمال A في احتمال B يساوي احتمال تقاطعهم فبنحكي عن محادثتين مستقلين أو independent، غير هيك بنسميهم dependent. فمثلا هون لو بدي أرجع أعبي الجدول هذا كمان مرة،
على أساس أن المتغيرات اللي عنده كل حادثان مع بعض independent، يعني الوزن فئات ثلاثة تحت الطبيعي وطبيعي وأعلى من الطبيعي، والتدخين مدخن وغير مدخن. لو كان ما في علاقة بين الوزن والتدخين، فكيف بدي أعبي هاي الخانات بحيث أنه ما يكون في علاقة بين الوزن والتدخين، أو بمعنى آخر يكون الوزن والتدخين are independent variables. تمام، فكيف بدي أعبي أول خانة؟ متذكرين عملنا مرة سؤال زي هيك حليناه إذا متذكرين؟ فكنا مثلا نحكي، خلينا نحكي عن حادث إنه مدخن ووزنه أقل من الطبيعي، هذول حادثين تقاطعهم يساوي حاصل ضرب الاحتمالين، يعني احتمال يكون الشخص مدخن وزنه أقل من الطبيعي، تمام، يساوي احتمال إنه يكون مدخن في احتمال إنه يكون وزنه أقل من الطبيعي. تمام، هسا احتمال لو سمينا هاي القيمة اللي هون مثلا إكس، تمام، هسا احتمال إنه يكون مدخن ووزنه أقل من الطبيعي إكس على 500، تمام، هي شابتر 4 إذا متذكرين. احتمال يكون مدخن، عدد المدخنين 200، ف200 من 500. احتمال يكون وزنه أقل من الطبيعي 80 على 500، تمام، اللي هي عدد اللي وزنهم أقل من الطبيعي. صار عندي مجهول واحد اللي هو إكس، بلاش تفكروا هاي هسا إكس ثاني، هي الضرب، تمام. طيب هسا شو بدنا نعمل؟ بتروح 500 مع 500 بتشطب، بتصفي إكس تساوي 200 على ضرب 80 على 500، تمام، بطلع كم الناتج؟ 32، صح؟ إذا هاي 32. في خانة بنقدر نعبيها على طول هسا مباشرة، أي خانة بنقدر نعبيها مباشرة لما عرفنا أن قيمة إكس 32؟ الخانة أي واحدة فيهم؟ اللي تحتها، اللي هي كام؟ 48، لأنه إيش لازم يكون مجموعهم 8، فبقدر مباشرة أعبي هاي الخانة 48 مشان يطلع المجموع 8، تمام. هسا لو فرضنا هاي القيمة واي، ها، فكيف بدي أحسب قيمة واي بحيث إنه يكون الوزن والتدخين ما لهمش علاقة ببعض؟ بنفس الفكرة، زي ما عبينا، زي ما عرفنا قيمة إكس بنعرف قيمة واي، إنه لازم احتمال إنه يكون الشخص مدخن تقاطع إنه وزنه الطبيعي يساوي حاصل ضرب الاحتمالين. هلا هاي احتمال هواي على 500، احتمال يكون مدخن 200 من أصل 500، واحتمال يكون وزنه طبيعي 280 على 500. 500 مع 500 بتختصر، بتصفي واي تساوي 200 في 280 على 500، تمام، كم بيطلع الناتج؟ 112، تمام، 112. ايش كمان خانة بقدر اعبيها مباشرة بعد عرفنا انه هاي 112؟ اللي تحتها على طول كم بتطلع؟ 168، صحيح. طيب الخانات اللي اخر عمود كيف بنقدر نعبي؟ مين يعطيني خيار اعبي الخانة اللي جنب الواي اللي هي تقاطع الاوبر مع انه يس، مع انه مدخن؟ 2 112 ناقص اكس زائد زائد واي، واحد واحد لو سمحتوا. ايوه، مين حكى بالاول؟ اعملوا رزام عشان اعرف مين. يوسف احكي. بجمع 112 زائد 32 وبطرح 200 او 200 وبطرح المجموع صحيح، بيطلع 200 ناقص 112 و32، صحيح. في حدا عنده طريقة ثانية؟ هاي الطريقة صح 100%. في حدا عنده طريقة ثانية؟ سهلة الطريقة الثانية. مين يحكي لي ايش طريقة ثانية؟ زي ما حسبنا الاكس والواي بنفس الطريقة، يعني هسه في عندكم خيارين تحسبوا اخر عمود، يا بتحكوا هاي الخانة عبارة عن 200 ناقص 112 ناقص 32، بيطلع الجواب طبعا 56، هاي الطريقة، أو على الطريقة اللي حسبنا فيها تحت. هسه بنشوف كيف، بس خليني أمسح هاي وأحط مكانها العدد اللي هو 56، بتطلع هاي 56، هاي طريقة الطرح. أو طريقة نفس ما حسبناها، بنحكي تقاطع الأوفر مع إنه مدخن يساوي حاصل الضرب، تمام، تساوي حاصل الضرب. طيب هاي العدد اللي عندنا، يا لو سمينا زد أو شو ما بدكم، على 100 على 500 تساوي إنه يكون وزنه أوفر 140 على 500 ضرب إنه يكون مدخن 200 على 500. 500 مع 500 بتشطب، بصف الناتج 140 في 200 على 500 بيطلع برضه 56. الخانة اللي تحت انتوا حرين، الخانة الأخيرة عندكم 3 طرق لتعبيرها، يا إما 300 ناقص 48 ناقص 186، يا إما 140 ناقص 56، يعني نفس الطريقة اللي عبينا فيها الخانة 56، يعني تضربه
على احتمال، على انه التقاطع يساوي حاصل الضرب، طلعوا الجواب. تمام، ففي عندكم اكثر من طريقة. طبعا بيطلع الناتج كم؟ 4 و8. ماشي، بتلاحظوا اذا في، يعني اذا كنت تطلعوا طريقة مختصرة لحساب التوقع العدد اللي حسبناه، كنا كأن شو نعمل لو اخذنا الخانة 32 مثلا، اللي هي اول خانة، كأن شو عملت؟ كأن اخذت مجموع صفها اللي هو 200 هيو هون، ضرب مجموع عمودها اللي هو 80 على العدد الكلي اللي هو 500، طلع مع قيمة X. شايفين كيف؟ نفس الشيء واي انحسبت بنفس الطريقة، هاي هالواي اللي هي 112. كيف حسبناها؟ حسبنا مجموع صفها اللي هو 280 ضرب مجموع اللي هو عفوا مجموع صفها اللي هو 200 ضرب مجموع عمودها اللي هو 280 على العدد الكلي اللي هو 500، فتطلع مع قيمة واي. نفس الشيء بالنسبة لزد، هاي زد اللي هي 56، هاي اللي هون لو طلعتوا كيف حسبناها، ضربنا 140 اللي هي مجموع العمود في 200 اللي هي مجموع الصف على 500 اللي هي قيمة n. يعني زي كده بتقدروا تعتبروه قانون، حتى أعبي جدول بحيث إنه يكون المتغيرات مستقلين عن بعضهم البعض. بكل خانة بضرب مجموع الصف في مجموع عمودها على العدد الكلي، بيطلع جدول هيك شاف. تمام، هي هيك المبدأ اللي اشتغلنا عليه. فهذا المبدأ راح يلزمنا في أول اختبار وإحنا بنحسب. ننتقل الآن لموضوعنا اللي هو سكشن 11.1، عنوانه كاي سكوير تيست فور اندبندنس، يعني بدي اشوف اذا المتغيرين عندي مستقلين ولا بياثر احدهم على الاخر. فاخذوا مثال هيك من مستشفى كبير، راحوا اخذوا عينه فيها 300 موظف، قسموا الموظفين حسب مهنتهم لممرضين واطباء. تمام، وسالوهم عن بدهم ناويين يعملوا طريقه جديده للتعامل مع المرضى بعد اجراء العمليات الجراحيه، فسالوهم اني طريقه بتفضلوا، الطريقه القديمه ولا جديده؟ فكانت اجوبتهم زي ما انتم شايفين بالجدول، انه في من الممرضين فضلوا الطريقه الجديده عددهم 100، اللي فضلوا الطريقه القديمه 81، واللي كانوا محايدين 20. اما الاطباء اللي فضلوا الطريقه الجديده 30، اللي فضلوا القديمه 60، والمحايدين كم عددهم 10. بس من ضمن الاسئله في الدراسه نقدر نحسب نسب اذا بدنا، ونقدر كمان ايش نقدر كمان نعرف اذا في علاقه بين كون الموظف طبيب او ممرض ورأيه بالطريقة الجديدة، هل في علاقة بين المهنة والرأي بالطريقة المستخدمة في التعامل مع المرضى؟ هاي أحد أسئلة الدراسة. فخلينا نشوف كيف بدنا نجاوب على هذا السؤال، إنه هل في علاقة بين المتغيرين ولا لا؟ فأول شيء طبعا بنحط الفرضية. فرضية دائما في اختبارات الكاي سكوير تيست فور اندبندنس، دائما الفرضية الصفرية بتحكي إنه المتغيرين مستقلين. دائما هيك، يعني كيف نحكي انه the opinion about the procedure، المتغير الاول اللي هو رايهم حول الطريقه المستخدمه is independent، او بنقدر نحكي not related to، يعني نقدر نستخدم كلمه independent او not related to the profession، يعني ما فيش علاقه بين المهنه والراي حول الطريقه المستخدمه. تقدروا تحكوا بطريقه هيك مختلفه، تقدروا تحكوا the opinion about the procedure and the profession are independent، تقدروا تحكوا انه no relation between the opinion and the profession. فعبروا عن هاي الشغلة بالطريقة اللي بدكم اياها، بس المهم انه المتغيرين بالاخر شو يطلعوا معي؟ اندبندنت، هاي اللي بتحكي اتش نوت. فاذا اتش نوت بتحكي انه المتغيرين اندبندنت دائما هيك، بغض النظر الادعاء حكى عنهم اندبندنت او الادعاء حكى عنهم انهم ديبندنت، الاتش نوت بتحكي انهم نوت اندبندنت. بينما الفرضية البديلة بتحكي العكس، الفرضية البديلة ايش بتحكي؟ بدل اندبندنت بتحكي ديبندنت، يعني بيعتمدوا على بعضهم البعض، او بدل نوت ريليتد ريليتد، انه في ترابط بين المتغيرين. هيك دائما فرضيات الكاي سكوير تيست فور اندبندنس. هسا كثير طلاب في الامتحانات بيعكسوا الفرضيتين، يعني بيحكوا بالاتش نود انه المتغيرين ديبندنت او ريليتد، بيحكوا بالاتش 1 انه اندبندنت او نوت ريليتد. فانتبهوا على هاي الشغله، بغض النظر عن الادعاء، كمان مره بغض النظر عن الادعاء، احنا دائما الفرضيه الصفريه لنا اندبندنت، والفرضيه البديله ديبندنت. تمام، بنحط اسم المتغيرين. احنا مرات في الامتحان كمان طلاب شو بيكتبوا؟ بيكتبوا هيك اتش نود اندبندنت، خطأ تكتب هيك وضلك ماشي. شو يعني اتش نود اندبندنت؟ ايش هم الاندبندنت؟ لازم تكون واضح في كلامك، ما فيش اسهل منها، يعني ما
أسأل عن المتغيرين ونحطهم بجدول. جدول هون أنا هيك يعني عشان مثال حاطته 3 أعمدة وسطرين، ممكن يكون الجدول أوسع من هيك، ممكن يكون 4 أعمدة أو 3 سطور أو عمودين حسب إيش المتغير اللي عندي، كل متغير كم فئة بعمله. تمام، فحسب إحنا هون طبعا أنا حاطة هون مجرد رموز الأو واحد واحد، يعني التكرار الموجود بالعمود الأول الصف الأول وهكذا زي تسميات المصفوفات. بعد هيك بنحسب إيش اسمه expected frequency، يعني هذا التكرار بنسميه observed frequency، التكرار اللي احنا جامعينه من العينة بسميه observed frequency. تمام، هسا بروح انا بعدها بعد ما اكون جمعت observed frequency بحسب من عندي إيش اسمه expected frequency. expected frequency بنحسب على القانون اللي هون، كل خانة كيف بحسب expected إلها، مجموع صفها في مجموع عمودها عليهم، زي ما عبينا جدول لما حكينا عن المتغيرين انهم independent. فأصلا إحنا بنعمل expected frequency من عنا بنكون فرضين فيه إنه الفرضية الصفرية هي الفرضية الصحيحة، وبنعبي الجدول كمان مرة على أساسها. فالجدول كل خانة بصير فيها رقمين، رقم ال observed ورقم ال expected اللي إحنا حسبناه حسب القانون اللي هون. طبعا ال expected frequency لو طلع كسر عادي مش ضروري أحوله لعدد صحيح، لأنه هو بالآخر هو قيمة متوقعة مش قيمة حقيقية. بنعبي الجدول، فهون خلينا مع بعض نعبي الجدول اللي موجود هون، نحط فيه التوقعات التكرار الـ expected frequency. فإحنا عنا الجدول هذا اللي حكينا عنه من شوي، صنفين الموظفين حسب مهنتهم ممرض وطبيب وحسب إيش رأيهم حول الطريقة الجديدة، وجمعنا كمان الأعمدة والصفوف، يعني طلعنا مجموع كل عمود ومجموع كل صف، العدد الكلي هيو n تساوي 300. الآن هو موجود اللي موجود عنده الـ observed frequency اللي هم 130 80 60 20 10، هدول مش من عنده، هدول من العينة، يعني فرغنا العينة على الجدول. الآن بدنا نحسب من عندنا expected frequency على فرض أن المتغيرات مستقلة، يعني على فرض أن اتش نود هي الفرضية الصحيحة. تمام، فخلينا نحسب أول خانة اللي هي النيو بريفرنس النيو بروسيجر مع النيرسز. تمام، فشو بيطلع ال expected لها؟ بدي أحسب ال expected لأول خانة اللي هي النيرسز مع الطريقة الجديدة. تمام، كيف بحسبها؟ بحكي مجموع صفها اللي هو 200 مجموع عمودها اللي هو 130 وبقسم الناتج على 300. تمام، وبتحسبوا كم بيطلع معكم. إذا نضرب مجموع الصف مجموع العمود على 300 ونطلع الجواب. حسبتوه كم طلع معكم؟ غالبكم ساعدوني بالأرقام. ستة وثمانين، شوفوا بيطلع الرقم فيه كثير أعشار، يعني هو بيطلع هيك 86.6 دوري، احنا بكفي ناخذ منزلتين فبتصير هاي 0.67. تمام، إذا الـ expected أو القيمة المتوقعة لأول خانة 86.67، فبعبيها جنبها على طول عشان راح تساعدني هاي في الحسابات هيك. تمام، هسا خلينا نعبي الخانة اللي جنبها اللي هي الـ expected للنيرسز مع الـ old procedure. تمام، فايش بيطلع هي جوابها؟ شو بنعمل؟ نضرب مجموع صفها اللي هو 200 في مجموع عمودها اللي هو 140 بنقسم على 300. تمام، تطلع هاي 200 ضرب 140 على 300. تمام، كم بيطلع الناتج تقريبا؟ 93، 3 دورة، فبناخذ منزلتين بتصير 93.33 صحيح؟ طب الخانة الأخيرة كيف أجيبها؟ أيوة، مين عنده اقتراح كيف نحسب الخانة الأخيرة؟ شو رأيكم؟ هي بتطلع 20، كيف بنحسبها؟ بنحسبها بطريقتين، الخانة الأخيرة اللي هي الـ expected للنيرسز مع no preference، في عنا طريقتين لحسبها، يا إما بنكمل عادي بنحكي مجموع الصف اللي هو 200 بمجموع العمود اللي هو 30 على 300 بتطلع 20، هي طريقة. تمام، أو شو ممكن أعمل؟ ممكن أحكي هاي نفسها، كيف أحسبها؟ مجموع الصف لازم يكون 200، يعني مش الاكسبكتد راح يعطيني مجاميع مختلفة، المجاميع راح تضل نفسها سواء جمعنا الاوبزيرفد او الاكسبكتد. فلو اجمع برضه الاكسبكتد راح لازم يطلع المجموع 200،
لو حكينا 200 ناقص اللي هو 86.67 زائد 93.33 لازم يطلع نفس الجواب اللي هو 20. يعني نقدر نحسبها على أساس إنه نكمل المجموعة على 200، أو عادي على نفس القانون مجموع الصف مجموع العمود على 300. تمام، هاي بالنسبة للسطر الأول، هيك صار جاهز. السطر الثاني، هسه أول خانة للسطر الثاني كيف أحسبها؟ برضو نفس الفكرة، فيها طريقتين لحسابها. يا إما بنحكي إنه خلينا نعمل السطر الثاني. هسا الإكسبكتد للأطباء مع الطريقة الجديدة، في طريقتين لحسابها. يا إما بنحكي 100 ضرب 130 على 300 اللي هي مجموع الصف مجموع العمود، أو 130 ناقص 86.67. لازم برضو نفس الشيء، العمود يكون مجموع 130. الإكسبكتد للخانة الأولى كان 86.67، فبطلع الناتج كام؟ بطلع الناتج 43.33. طبعا حسبنا على هاي الطريقة أو على هاي الطريقة. تمام، نفس الشيء الخانة اللي جنبها اللي هي الإكسبكتد للدكتورز مع الأولد بروسيجر. يا إما بنحكي 100 ضرب 140 على 100 على 300 عفوا، يا إما بنحكي إنها 140 ناقص 93.33، فبطلع قيمتها 46.67. فإذا هاي 46.67. وآخر خانة يعني أسهل طريقة تحسبوها اللي هي 30 ناقص 20 بتعطينا 10، أو 130 على 300 برضو بتعطيكم 10، أو 100 ناقص 46 و43 برضو بتعطيكم 10. يعني طبعا لازم مجموع كم، لازم يطلع مجموع كل الإكسبكتد كم، لازم يطلع يساوي مجموع كل الإكسبكتد فريكونسي. ثلاث مية، لا لازم يطلع يساوي ان اللي هي 300، هاي اللي هون مجموع الاكسبكتد كله يساوي 300، مجموع الاوبزيرف برضو ايش لازم يساوي 300. تمام، هيك احنا عبينا الجدول. هسه طلعوا الاساس اللي راح يشتغلوا عليه بهاي الجداول. بحكي لك هسه احنا حسبنا قيم متوقعة على اساس انه اتش نود هي الفرضية الصحيحة. هسه اذا كانت فعلا اتش نود هي الفرضية الصحيحة، المفروض تكون القيم الاكسبكتد فريكونسي اللي انحسبت بناء عليها قريبة على الأوبزيرفد فريكونسي، يعني قريبة على التكرار الحقيقي في العين. كل ما كان الإكسبكتد فريكونسي أقرب على الأوبزيرفد فريكونسي، تكون من ميل إنه إحنا نقبل اتش نود وما نرفضها. إذا كان لا في فرق واضح بين الإكسبكتد فريكونسي والأوبزيرفد فريكونسي، فإحنا على الأغلب هون رح نرفض اتش نود. تمام، ليش؟ لأنه بتعطينا إنه في فروقات. منين إجت الفروقات هاي؟ ليش في فروقات كبيرة؟ يعني احد الاسباب انه بجوز تكون اتش نود اصلا فرضيه مش صحيحه، مما ادى انه الاكسبكتد اللي انبنت على اتش نود ما تكون قريبه على القيم الواقعيه الموجوده في العين. بس احنا عندنا هون ما بنقدر نحكم مرات بالنظر، يعني عندنا مثلا قراءتين نفس الاوبزيرف نفس الاكسبكتد، زي اخر عمود الاوبزيرف 20 والاكسبكتد 20، بينما في الاعمده الثانيه في فرق تقريبا 13 وحده بين الاكسبكتد والاوبزيرف. هل هذا الفرق 13 وحده كافي يخليني ارفض الفرضيه الصفريه؟ هاي رح نشوف كيف بدنا نعتمد شو الستاتستيك اللي نعتمدها حتى نحسب الفروقات الموجودة هون. فبنروح على قانون التست ستاتستيك. هيك طبعا احنا بنكون عبينا جدول زي ما حكينا سابقا. هسا قانون التست ستاتستيك، اول اشي الرمز اللي راح نستخدمه اللي هو كاي سكوير نود، هذا هو الرمز، نقرأه كاي سكوير نود لانه بنبنى على الفرضية الصفرية. هاي القانون، بناخذ الاوبزيرفد فريكونسي يعني اللي بيكون جاي من العينة ناقص اللي احنا توقعناه، بنربع الفرق بنقسم على الاكسبكتد، بنكرر هاي العملية لكل الخانات. الآن إذا كان في فرق كبير بين الإكسبكتد والأوبزيرف، المفروض هذا المجموع يطلع كبير، يعني تكبر قيمة الكاي سكوير نود. أما إذا كان الإكسبكتد والأوبزيرف متقاربين، بتقل قيمة الكاي سكوير نود. فكل ما كبرت قيمة الكاي سكوير نود، هذا دليل على إنه في فروقات واضحة بين الإكسبكتد والأوبزيرف فريكونسي، وبالتالي بيكون قرارنا إيش؟ بيكون قرارنا إنه نرفض اتش نود. تمام، طبعا في صيغتين للقانون، في هاي الصيغة وفي الصيغة الثانية هاي، وأنا هاي الصراحة هي اللي بعتمدها، وهي اللي راح تكون موجودة عندكم بالقوانين الفاينال في حال كان الامتحان وجاهه، لأنه أسهل للتطبيق على الآلة الحاسبة. هون بكل بساطة بتربع الأوبزيرف بتقسم على الإكسبكتد، تتخلص كل الخلايا بتجمع، بعدين بتطرح العدد الكلي اللي هو قيمته n. تمام، هون ملاحظة حاكينا إنه الكاي سكوير نود مستحيل تكون قيمة سالبة، يعني بدها تقل كثير بتكون صفر، بس انها تكون سالبة مستحيل لانه هي عبارة عن مربعات الفروقات.
تمام، فخلينا نجرب نحسبها للجدول اللي عندنا اياه اللي احنا اللي اشتغلنا عليه. اذا بدي احسب كاي سكوير نوت حسب القانون، طلع شو بنعمل. كاي سكوير نوت تساوي ناخذ اول خانه من ربع الاوبزيرفد اللي هي 100، نقسم على القيمه اللي توقعناها اللي هي 86.67. نفس الاشي بنكرر على الخانه اللي جنبها اللي هي بتصير 80 تربيع على 93.33، بعدين 20 تربيع على 20، بعدين السطر اللي تحت 30 تربيع على 43.33 زائد 60 تربيع على 46.67 زائد 10 تربيع على 10، وبعدين ما أنسى أطرح ال N اللي هي 300. تمام، فبطلع الناتج بس تحسب كل هاي القراءات بطلع 11.86. تمام، هيك بنكون خلصنا شغلنا على الجدول. بتكون قيمة الكاي سكوير نود 11.86. بعد ما طلعنا قيمة التست ستاتستيك، ايش الخطوة اللي بعد هيك؟ خلينا نشوف شو بنعمل. بعد هيك بنروح نجيب الكريتيكال فاليو اللي هي القيمة الجدولية، يعني بمعنى آخر فبنروح على جدول جديد اللي هو جدول كاي سكوير. هاي جزء منه، طلعوا جدول كاي سكوير بيشبه كثير جدول تي، بس بدل تي حاطين كاي سكوير، وهي نفس القيم الخمسة المشهورين لألف اللي هم 10 و5%، 25 بالألف، 1% وخمسة بالألف. تمام، بس جدول الكاي سكوير فيه درجات حرية. كيف قانون درجات الحرية؟ كيف بدي أطلعها؟ هاي قانون درجات الحرية R ناقص واحد ضرب C ناقص واحد. إيش هي R و C؟ R اللي هي عدد الصفوف في الجدول، و C اللي هي عدد الأعمدة، طبعا بدون ما نعد عمود التوتال أو صف التوتال. فالدرجات الحرية عدد الصفوف ضرب عدد ناقص واحد ضرب عدد الأعمدة ناقص واحد. فلو رجعنا على الجدول اللي عندنا هيو هون، كم صف في عندنا هون؟ كم صف في عندنا؟ صفين. وكم عمود؟ ثلاثة. إذا معناته هون كم عدد الدرجات الحرية؟ إذا هون درجات الحرية راح تكون صفين ناقص واحد اللي 2 ناقص 1، في 3 ناقص 1 اللي هم عدد الأعمدة، تطلع 1 في 2 ويساوي 2. تمام؟ أو كيف ممكن تعدوا درجات الحرية بطريقة ثانية على الجدول نفسه تعدوها؟ تقدروا شو تعملوا؟ تشطبوا آخر صف وآخر عمود، يعني تشطبوا الصف الثاني والعمود الأخير وتعدوا كم خانة ضل عندنا؟ ضل عندنا خانتين، خلاص هم هدول درجات الحرية. تمام؟ هدول هم درجات الحرية. طبعا درجات الحرية لهم علاقة بأنت كم خانة لازم تحسب على قانون اللي هو مجموع الصف ومجموع العمود على N. خانتين، والبقية بتبعوا لهدول الخانتين، يعني كل خانات السطر الثاني كانوا تبع لشو طلع معنا قيم بالسطر الأول، لأنه مثلا 43 منين جبناها؟ حكينا 130 ناقص 86 فجبنا 43، وهكذا اللي جنبها اللي 46 وال10. كمان هاي الخانة 20 منين جبناها؟ حكينا 200 ناقص القراءتين اللي قبل. فعشان هيك هدول بسموا درجات الحرية، يعني العدد الخانات اللي أنا مسموح لي أحط فيهم expected أو أحط فيهم تكرار، والباقي تبع لهم بكون بس خانتين، والباقي بتبعوا لهدول الخانتين. هدول بسموهم درجات الحرية، عدد الخانات اللي أنا لازم أحلهم على القانون الأصلي، ما بقدرش أجيبهم من المجاميع، هم خانتين والباقي بتبعوهم. تمام، فهي درجات الحرية اثنين. بعد ما طلعنا درجات الحرية كم ألفة مثلا، افرضوا من السؤال ألفة 5%، فبروح عند ألفة 5% اللي هي كاي سكوير 5% عند درجات حرية اثنين، وبجيب القراءة المقابلة تطلع 5.991، هاي بسميها كاي سكوير ألفة. إذن كاي سكوير ألفا اللي هي كاي سكوير 5% هاي تساوي 5.991، هاي بسميها كريتيكال فاليو اللي هي القيمة الجدولية أو التابيلات الفاليو. هسا متى برفض؟ برفض ال H نود إذا كانت الكاي سكوير نود أكبر من كاي سكوير ألفا. تمام، فإحنا عندنا في سؤالنا طلعت معنا قيمة الكاي سكوير نود 11.86. تمام، أما الكاي سكوير ألفا طلعت 5.991، واضح إنه الكاي سكوير نود هي اللي أكبر. إذا إيش رح يكون قرارنا هون؟ رح يكون قرارنا ريجكت اتش نود، يعني بالفعل في علاقة بين المهنة والرأي حول الطريقة المستخدمة. أصلا هي يمكن واضحة في الجدول من دون ما نعمل الاختبار، بس هو إنه خلص الاختبار كمان أيد اللي إحنا شفناه بالجدول، بس ليش في الجدول واضح الإشي؟ خلينا نرجع للجدول بس نوضح الفكرة. هسا هون انسوا الإكسبكتد، تطلعوا على الأوبزيرف في العين. هسا في عينة الممرضين وين الأكثرية؟ فضلوا الطريقة الجديدة ولا القديمة؟ الأغلبية فضلوا الطريقة الجديدة ولا القديمة عند الممرضين؟ نصهم فضلوا الطريقة الجديدة، و80 منهم فضلوا الطريقة القديمة، و20 محايدين. فإذا الأكثرية فضلوا الطريقة الجديدة.
تقريبا بنسبة النص من الممرضين، صحيح؟ أما اللي فضلوا الطريقة القديمة الجديدة عند الأطباء بس 30 من أصل 100، بينما الأكثرية أي طريقة فضلوا؟ فضلوا الطريقة اللي هي القديمة 60 واحد من أصل 100. واضح إنه في اختلاف، يعني أغلب الممرضين فضلوا طريقة جديدة بينما أغلب الأطباء فضلوا الطريقة القديمة. واضح إنه في اختلاف بالآراء، فيعني الرأي حول الطريقة المستخدمة بيختلف تبعا لمهنة الموظف. واضح إنه في علاقة بين الوظيفة والرأي، ولكن إحنا حبينا نأكد المعلومة باختبار الكاي سكوير نوت. تمام، كان بالفعل قررنا بالآخر إنه ريجكت اتش نوت. طبعا إيش الشروط اللي لازم تتوفر حتى أقدر أستخدم الكاي سكوير تيست؟ هل دائما مسموح لي أستخدم كاي سكوير تيست في هاي الحالات، ولا في شروط لازم تكون متوفرة؟ طبعا في شرطين أساسيات لازم يكونوا متوفرات. أول شرط، لازم تكون البيانات اللي معي جاي من راندوم سامبل، يعني العينة لازم تكون عشوائية. الشرط الثاني، كل الاكسبكتد لازم يكون أكبر أو يساوي 5. هذا بذكرنا بشرط الـ NFB في الـ Confidence Interval للنسبة، والـ Confidence Interval لل عفوا اختبار فرضيات للنسبة. كنا نحكي دائما إنه NFB تكون أكبر من 5، هنا الـ Expected أكبر من 5 لازم يكون. فإحنا الـ Expected عندنا أصغر وحدة فيهم 10، هيها هاي هي أكبر من 5، إذا خلص البقية كلهم أكبر من 5، فكان مسموح لي أستخدم الكاي سكوير نود الكاي سكوير تيست. فإذا الكاي سكوير تيست أهم شرط فيه إنه العينة تكون راندوم، هذا شرط إحنا أصلا محققين دائما عيناتنا راندوم. والشرط الثاني إنه الإكسبكتد يكونوا أكبر من 5. هسا الجدول الأول اللي عملناه تبع الأطفال الأولاد وبنات والنكهة المفضلة عندهم ما بنقدر نطبقه على الكاي سكوير تيست عشان أفحص إذا كان في العلاقة، ما فيش علاقة بين نكهة الآيس كريم المفضلة وكون الطفل ولد أو بنت، لأنه لما تجربوا تحسبوا الإكسبكتد رح يطلع معكم إشي أقل من 5، فما بنحل على الكاي سكوير نوت. عشان هيك إحنا أخذنا مثال آخر. تمام، في حد عنده سؤال لهون؟ أي سؤال، أي استفسار؟ طبعا هسه ممكن نحط أسئلة ثانية على الجدول غير إن نفحص الاندبندنت، يعني الاندبندنس بين المتغيرين. مثلا هون في اكزامبل 2 بحكي لكم انه اعمل اعطيني فترة ثقة لنسبة الموظفين اللي بفضلوا طريقة جديدة. بده فترة ثقة 95% نسبة الموظفين بفضلوا الطريقة الجديدة. فشو رأيكم كيف نحل السؤال هون؟ طبعا اذا متذكرين قانون الكونفيدنس انترفال للنسبة ايش هو؟ هو كالتالي: بي هات زائد ناقص زد الفا على 2 تحت الجذر بي هات 1 ناقص بي هات على ان. تمام، هي القانون. فبزلنا نطلع بي هات بالأول. فإحنا عندنا هون بي هات إيش تساوي؟ بي هات تساوي عدد الموظفين اللي فضلوا الطريقة الجديدة كم نسبتهم مقسم على العدد الكلي. فعدد الموظفين اللي فضلوا الطريقة الجديدة كم واحد؟ 130 من أصل 300. كم تطلع هاي تقريبا؟ أغلبكم تقسموا 13 على 30، 300 عفوا، 13 على 30 كم بطلع الجواب؟ بيطلع تقريبا 0.43. تمام، تقريبا 0.43. خلص هاي قيمة بي هات ان. طبعا كم تساوي؟ 300. الفا 5% زد الفا على 2 تساوي كم؟ تساوي 1.96%. طبعا الشروط لازم نتأكد منها، اللي هو ان في بي، ان في بي هات تساوي 130 فأكبر من 5، أكبر من 5. كمان n في 1 ناقص b هات بتطلع 170 برضو أكبر من 5. إذا مسموح لي أكمل على فترة الثقة، فبطلع القانون هيك: 0.43 زائد ناقص 1.96 تحت الجذر 43 في المتمم اللي هي 5.57 على 300. تمام، خلص بعدها بتحسب على الآلة الحاسبة بتطلع فترة الثقة. هاي بالنسبة لفرع. أي سؤال لهون؟ أي سؤال؟ خلينا نشوف فرع بي شو طالب. فرع بي بحكي لكم نفس الجدول شو طالب، برضو فترة ثقة لنسبة الممرضين بفضلوا طريقة جديدة، يعني كم نسبة اللي بفضلوا طريقة جديدة عند الممرضين. بس هو بده بس معنى بفئة الممرضين، بده يعرف كم نسبة اللي بفضلوا طريقة جديدة عند الممرضين. تمام، فشو بدنا نعمل هون؟ هون بس بهمني هذا السطر، تقدر لما بدي تركز على أحسب. فرق صور الحال، نعم، في مجال ترجع على فرق بس مصور الحال دقيقة ولا راح هلا؟ هاي يلا لا بنرجع لكم اياها هاي، بس ارجع لكم الصفحة شوي بس.
تمام. تمام، سلام عليكم. نروح على فرع بي هسه يا جماعة. فرع بي نفس السؤال بالضبط، بس ما بده نسبة الموظفين، بده نسبة الفضل الطريقة الجديدة عند الممرضين. طب أهم إشي نطلع بيهات، إذا طلعنا بيهات صح خلص نكمل السؤال صح. فشو رأي، شو قيمة بيهات برأيكم؟ إيش أقسم إيش على إيش؟ لو بتحب اكتبوا على الشات شو العددين بتقسمهم على بعض مشان تطلعوا قيمة بيهات، مش ضروري تعطوني الجواب يعني. ثمانين على 300. شوف حد عنده رأي ثاني. 100 على 200. طيب 100 على 300 خلينا نشوف. هسا احنا بحكي لي السؤال كم نسبة فضل الطريقة الجديدة عند الممرضين. فأنا هسا بهمني بس من كل الجدول بهمني بس الممرضين، يعني بس بهمني هذا السطر فعليا. تمام، هذا السطر اللي بيعني، بقية الجدول ما بيعني لأنه بسألني عن النسبة موجودة عند الممرضين. فعدد الممرضين 200. تمام، كم واحد فيهم بفضل الطريقة الجديدة؟ 100. فبيهات راح تكون 100 على 200 اللي هي نص، هاي قيمة بيهات. خلص بنعمل الجدول، بنعمل فترة الثقة على أساس. فإيش راح تكون فترة الثقة؟ نص زائد ناقص 91% في الجذر لنص في 1 ناقص نص اللي هي برضو نص على 200 مش على 300، لأن لما حسبت بيها تقسمت على 200. نفس الشيء فترة الثقة في المقام بحط 200. تمام، نحسبه ونطلع كم الجواب بيطلع معنا. فهي فترة الثقة لنسبة الموظفين الممرضين فضلوا طريقة جديدة، أو نسبة الفضل طريقة جديدة عند الممرضين. تمام، 100 من أصل 200. من هيك السؤال حكي لك كم النسبة يعني بده يفضلوا الطريقة الجديدة عند الممرضين مش عند الكل، يعني الموظفين اللي صفتهم إنهم ممرضين كم نسبة يفضلوا الطريقة الجديدة بينهم؟ هيك هو السؤال بالضبط عشان قسمنا على 200. تذكر السؤال تبع اللي هو دوا السعال اللي حليناه آخر سؤال بشابتر 7، كان بحكي إنه بدنا مثلا، كان أحد الأسئلة نسبة الناس اللي بتستعمل براند إكس من ضمن الناس اللي بتستعمل أدوية السعال. فما قسمنا على إن الكلية يومها، قسمنا على مجموع عدد اللي بيستعملوا أدوية السعال كان 200، هم 40 براند إكس و160 كانوا بيستعملوا إشي ثاني. هو نفس الفكرة، بده نسبة الفضل الطريقة جديدة مش من بين كل الموظفين بس من بين الممرضين، كم نسبة الفضل الطريقة جديدة؟ فعشان قسمنا على 200. تمام، لو حكى لي مثلا construct 95% confidence interval for the proportion of employees who are nurses and prefer the new procedure، ساعتها بقسم 100 على 300. بس هو ما حكى هيك، هو حكى لي من الممرضين كم نسبة الفضل الطريقة الجديدة، معناته الممرضين كأنه بالنسبة لهم المجموعة الكلية، واللي أنا بدي أحسب النسبة منها. واضحة الفكرة؟ طيب هاي بالنسبة لفرع بي. فلاسي بحكي لكم كون فترة ثقة 95% لنسبة الفضل الطريقة الجديدة عند الأطباء، نسبة الفضل الطريقة الجديدة عند الأطباء. وهون السطر اللي بيعني له اللي هو السطر الثاني هسه، يعني صار بيهمني بس هذا السطر، بده نسبة الفضل الطريقة الجديدة بين الأطباء. فهون إيش راح تكون قيمة بيهات برأيكم؟ هون بيهات راح تكون بالفعل 3 بالعشرة صحيح، فبيهات هون راح تكون 30 من أصل 100 يعني 3 بالعشرة. فلما نعمل فترة الثقة 95% confidence interval بتطلع هيك 3 بالعشرة زائد ناقص 91 تحت الجذر 3 أعشار 7 أعشار على كم؟ على 100. تمام، خلص هيك فترة الثقة. طبعا لازم نتأكد من الشروط، بس أنا يعني ما تأكدتش منهم لأنهم متحققين صراحة، تأكدت منهم بأول فرع. نفس الشيء هم بتتأكدوا منهم، بيطلع إن في بي 30 وإن في 1 ناقص بي بيطلع 70، من جهتين أكبر من 5. نفس الشيء بالفرع بي. واضح؟ في حد عنده سؤال لهون؟ أي سؤال أي استفسار؟ تلاحظوا في فرق، يعني البيهات عند الأطباء 30، عند الممرضين طلعت النسبة نص، يعني في فرق من 30 ل 50%، في فرق نوعا ما. فيعني عشان هيك كان قررنا إنه ريجكت اتشنر، لأنه النسب بتختلف باختلاف المهنة. أي سؤال على ال على الـ على الفرع A B C؟ هدول جداد مش موجودين في الدوسية، فإذا بتحبوا يعني اكتبوا الحل عندكم أو بتشوفوه في المحاضرة بتاخدوا نقطة شاشة للأسئلة هاي. تمام، بكفي اليوم إن شاء الله. المحاضرة الجاية مشان نعمل مراجعة سريعة بنبدأ بإكزامبل 3،
انه بنراجع الاختبار الاندبندنس، وبعدها يضل معنا وقت نروح على سكشن 2. يعطيكم العافية اليوم.